يا سلام يا سلام، ايش الملك اللي عليك؟ يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الشعبي، رئيس الجماعة الترابية سيدي شيكر. أولا تقدم بشكر المنابر الإعلامية اللي يعني تكلفات عناء السفر من أجل يعني حضور لهذا التدشين هذا اللي صار عليه السيد عامل صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد. وهاد يعني التدشين هذا هم مشروعين واللي كنعتبر معنا جد مهمين بالنسبه لهاد المشروعين، بحيث المشروع الاول سيفك يعني العزله على 6 ديال الدواوير. ومن هذا المنبر اوجه الشكر للسيد عامل الاقليم اللي كيقوم بمجهودات جباره، وكذلك السلطه المحليه، كما اود ان اشكر جميع مكونات المجلس. اما بخصوص المشروع الثاني الذي لا تقل اهميته، بحيث يربط بين محورين مهمين، وخصوصا هذه النقطه كانت تعتبر نقطه سوداء من حيث يعني حوادث السير. يعني تم انجاز هذا المشروع هذا اللي هو تهيئه المدار الرابط بين طريق الشماعيه وشيشاوه، وكذلك الكربط ما بين الجامعه الترابيه ايغود والجامعه الترابيه سيدي شيكر. بخصوص يعني هذا المشروع ايضا تمت يعني المصادقه على واحد الاتفاقيه اللي كتجمع ما بين عماله اقليم اليوسفيه ووزاره التجهيز والمجلس الاقليمي والجامعه الترابيه سيدي شيكر، بحيث غادي تكون التهيئه من طرف يعني المجلس الجماعي، وكذلك اشغال الاناره، وغيتم تحويل واحد الاعتماد مالي من طرف المجلس الاقليمي. اذا هذا هما يعني المشاريع التي تم تدشينها اليوم من طرف عامل صاحب الجلاله اللي كان وجه الشكر بهذا يعني من هذا المنبر. وفي الاخير اود بهذه المناسبه الكريمه باسمي وباسم اعضاء مكونات المجلس وباسم ساكنه سيدي شيكر أن أجدد الولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله وأيده وسدد خطاه بمناسبة الذكرى 25 لاعتلاء عرش أسلافه الميامين، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.